فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان. نعم، وهذه المسألة التي مرت، والطاق هو المحراب، وكان يسمى عند المسلمين بالمحراب، وهي تسمية عامية، وإلا فالمحراب الأصل هو المصلى، يسمى محرابا. ولما دخل عليها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني مصلاها الذي اعتزلت فيه عنهم للصلاة والعبادة. فالمراد بالمحراب هو مكان العبادة، أما تخصيصه بالطاق فهذه تسمية عامية تقريبا. والطاق عند اليهود هو المذبح، يعني الجدار يكون فيه مكان على شكل دائرة، وهذه الدائرة يصلي فيها الإنسان أو الإمام، فهذا مكروه لما فيه من التشبه باليهود، لأنهم يخصون هذا المكان ويظنون أنه أفضل. ونحن نقول إنما الطاق إنما يعمل لأجل معرفة القبلة فقط، لا لأجل أن يصلي فيه الإمام أو يصلي فيه غير الإمام ممن يعتقد فيه البركة.